اكل المطاعم ولا اكل البيت؟ اكيد اكل البيت بيضل اصفى وانقى وانظف، يعني بضل اكل البيت خلص طعمه غير، ريحته غير، بضل يعني اكل المطعم نقول مره في الشهر مرتين في الشهر، بس انه اكل البيت الافضل والاحسن. انا كونه انا شاب عزابي طبعا بفضل اكل البيت، غير يعني له نكهه معينه انت بتعرف شو حاطط شو بتاكل، تمام، وبكفي انه من ايدين الحجه. يعني اكل البيت لانه بضل انظف له طعم غير، اكل المطاعم ما بتعرف انه كان تمام او مش تمام. طبعا اكل البيت اكيد افضل لانه يعني انظف، ومتاكد انه الاشياء اللي انت اشتريتها بايدك من دجاج من لحمه من خضره، والمدام تطبخ ما شاء الله طبخها زاكي جدا. المطاعم صراحه يعني للحالات الطارئه ممكن الواحد يلجأ لها، اما لا بشكل عام انا بحب اكل البيت. انا بفضل اكل البيت طبعا. ليش؟ اولا من ناحيه النظافه، من ناحيه الجوده، من ناحيه الطبيخ انت بتعرف شو بتاكل. لا والله البيت انظف واحسن. البيت المطاعم كلها وجبات سريعه وكلها فيها مسرطنه وفيها امراض وفيها يعني ما ظل طبخ البيت افضل واحسن واجمل كمان. انا صراحه بفضل اكل البيت، والسبب انه دائما بكون اكل البيت من ناحيه الغذاء افضل، من ناحيه برضه المصاري ارخص يعني احسن اوفر زي هيك يعني. والله اثنين حلوين. لا اكل البيت اكثر، اكل البيت لانه هيك انا بالنسبه لي اكل البيت افضل، وفي جلسه عائليه، في قعده، في سواليف مع الاطفال، في راحتك اكثر بتاخذها، لابد من اكل المطاعم. بيت نظيف اول شيء، بعدين اكل نظيف، المطاعم بيشتغلوا ايش مكان. اكيد اكل البيت لانه البيت انظف، والبيت نفس ما انت متعود عليه يعني كبهارات كمالح ككل شيء، وماكل اكل ثقه. المطاعم ما شاء الله عليهم، بس سبحان الله البيت ايش دائما اطيب. هلا طبعا اكل البيت، اكل البيت دائما افضل، اكل البيت يعني خالي من المواد الحافظه، دائما صحتك بتكون امورك تمام، فانا دائما افضل اكل البيت صراحه. البيت افضل كانظف وكصحي اكثر. البيت والله صراحه اكل المطاعم.